ينضم إلينا الدكتور أحمد حوا، عضو مجلس الأمناء في المجلس الإسلامي السوري. دكتور، ما الهدف الأساسي من إنشاء مجلس الإفتاء؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم الله خيرا أخي الكريم. إذا هو المعروف أن المجلس الإسلامي تأسس تقريبا من حوالي 3 سنوات ليكون مظلة للهيئات والروابط الشرعية الكبرى العاملة في الساحة السورية، سواء في الداخل أو في الخارج بين المهاجرين السوريين. المجلس الإسلامي الحقيقة لمس يعني منذ تأسيسه أهمية العمل على توحيد الفتوى، ضبط الفتوى. طبعا المقصود هنا ما نسميه الفتوى في قضايا الشأن العام أو القضايا الكبرى، القضايا المصيرية، القضايا المفصلية، القضايا الخطيرة. وبالفعل يعني بدأ المجلس يعمل على هذا من خلال تشكيل لجنة فتوى شكلت مع بداية تأسيس المجلس. كانت هذه اللجنة تتولى إصدار البدائية والمواقف الشرعية يعني طيلة هذه السنوات 3. المجلس أدرك حقيقة في مرحلة تالية ضرورة توسيع عمل هذه اللجنة، لجنة الفتوى، لتشمل أو ليكون هناك تشكيل يشمل الدائرة أوسع من علماء وفقهاء الساحة السورية، ليس فقط من داخل المجلس الإسلامي السوري أو مكونات المجلس الإسلامي السوري، بل بما يشمل حتى فقهاء وعلماء آخرين مستقلين لكن لهم مكانتهم أيضا في الساحة السورية، ليكون العمل أوسع، يعني أن ينتقل من صورة لجنة ضمن مظلة المجلس الإسلامي ليصبح مؤسسة مستقلة، يعني تشكل مجلس إفتاء حقيقي يعمل على تغطية هذا الهدف بشكل أوسع، وهو ضبط فتاوى الشأن العام في الساحة السورية. يعني هل سيكون هذا المجلس مرشدا للمجالس الشرعية ومرجعية في الداخل السوري؟ يعني احنا أول شيء نسجل يعني أنه في المرحلة الماضية بفضل الله تعالى نستطيع أن نقول معظم المكونات الشرعية التي انضوت تحت مظلة المجلس الإسلامي السوري كانت تلتزم بفتوى ومواقف المجلس الإسلامي السوري. الآن عملنا أخي الكريم أن نوسع دائرة الالتزام. صحيح أنه هو التزام أدبي، لكن بقدر ما توسع أنت مظلة أو بقدر ما توسع عمل هذه اللجنة، تنقلها من لجنة إلى مجلس إفتاء يضم حوالي 25 من علماء وفقهاء الساحة السورية المعروفين والموثوقين المشهود لهم، بقدر ما تتعزز المرجعية في الساحة السورية لهذه المجموعة أو لهذه الكوكبة من الفقهاء والعلماء. احنا لمسنا أن مرجعية المجلس الإسلامي السوري يعني كانت تتعزز باستمرار بفضل الله تعالى، وأدرك كثيرون يعني ربما كانت لهم مواقف في مرحلة المراحل أنه لابد من الرجوع إلى هذه المرجعية الشرعية. نحن نريد الآن من خلال تشكيل مجلس الإفتاء هذا أن تتعزز هذه المرجعية الشرعية، وأن تزداد ثقة الناس بهؤلاء العلماء، وأن يزداد التفاف الناس، عامة الناس، وخصوصا في ظل هذه الثورة، في ظل هذا المصاب الكبير الذي ابتليت به أمتنا وشعبنا خصوصا في سوريا. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعزز هذا مزيد من الالتفاف والالتحام مع أهل العلم في المواقف الشرعية التي يصلون إليها. نعم دكتور، هل هناك أي معوقات تتوقعونها بعد إنشاء المجلس، خصوصا مع كثرة المجالس التي تنشأ في سوريا لهذا الغرض؟ يعني هو توقع أخي الكريم أنه بعض الناس يحاول أن يقلل من أهمية هذا المجلس أو هذا العمل، لكن نحن نعمل ونضع أمام أعيننا هدف واحد، هو إرضاء الله سبحانه وتعالى والقيام بما نرى أنه واجب شرعي في ظل هذه المرحلة. نعم هناك معوقات حالت دون العديد ربما من أن يلتحقوا بهذا المجلس أو بهذا التشكيل، نقدر ظروف خاصة لبعض العلماء والدعاة، لكنهم بالمجمل يعني مؤيدون وداعمون لهذا العمل ولهذا الترتيب. متوقع أن تواجهنا صعاب أخرى، لكن الذي يتصدى للعمل العام يجب أن يضع نصب عينيه أنه لابد من التضحية في سبيل خدمة الصالح العام إن شاء الله تعالى. نعم الدكتور أحمد حوا، عضو مجلس الأمناء في المجلس الإسلامي السوري، شكرا جزيلا لك.